السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب محاضرة ثانية بالووتر تريتمنت. اليوم راح نحكي عن الفلتريشن. هاي المحاضرة راح تعطيكم بيسك انفورميشن حول وحدة معالجة المياه الفلتر. شلون راح نصمم الفلتر؟ شنو المتطلبات اللي مفروض ناخذها بعين الاعتبار عند التصميم؟ الفلتريشن هي إزالة المواد العالقة الغير قابلة للترسيب. بالسيديمنتيشن تانك حاولنا نرسب مواد عالقة موجودة بالمي، بس ما وصلنا إلى تصفية كاملة 100%. بقت أكو جزء من المواد العالقة اللي ما ممكن أن تترسب بالسيديمنتيشن تانك، فهذه المواد المفروض أن تزال حاليا في الفلتريشن بالفلتر. كذلك الفلتر يزيل بعض الألوان والطعم والرائحة والمواد والكائنات الحية مثل البكتيريا. شنو ثيوري للفلتريشن؟ شنو فلتريشن ثيوري؟ الفلتريشن ثيوري انه المواد اللي موجوده بالماء يمكن ازالتها بعده عمليات، منها ستريننج يعني الحجز او السيديمنتيشن ترسيب، والبراوني ديفيوجن ذني، والانيرشيا ذني، عمليات ممكن ان تزيل البكتيريا او المواد العالقه اللي موجوده بالماء داخل الفلتر. شنو ستريننج؟ ستريننج هو ازاله المواد العالقه اللي حجمها كبير، كلش كبير، بحيث ما تمر خلال فتحات الفلتر. اذا نرجع هسه نشوف بهذا الشكل، تشوفون هنا عندكم فتحات الفلتر. هذه إذا تشوفون هذه المسارات، هي هذه الفتحات اللي تصير داخل الفلتر بين جزيئات الفلتر، اللي هاي نفرض أنه الفلتر مستخدمين الرمل، وهذه جزيئات الفلتر. الستريننج إذا إجتي بارتيكل حجمها كبير مثل هسه هاي البارتيكل اللي تشوفوها هنا وما تقدر تعبر من هالمكان، مثل هذه البارتيكل حجمها كبير، إجتي انحجزت بهذا المكان. هذه أول عملية هي ستريننج. العملية الثانية السيديمنتيشن، الترسيب، نفس عملية اللي تجري داخل السيديمنتيشن تانك. البارتيكل راح تجي، المي راح يتحرك بفتحات الفلتر بشكل هادئ جدا، فراح يؤدي إلى ترسيب جزء من البارتيكل اللي تشوفوها مثلا هذا المكان، راح يؤدي إلى ترسيب جزء من البارتيكل على جزيئات الفلتر اللي هي الرمل. هذه لأن المي قاعد يتحرك بهدوء، المي هادئ جدا، فلذلك يتترسب جزء من البارتيكلز هنا. العملية الثالثة اللي هي انترسبشن، الاعتراض. اكو جزء من البارتيكلز يكون حجمها كبير بس ما تترسب بالترسيب الاعتيادي، مثلا تمر بشكل قريب جدا من البارتيكلز. خلينا نفرض هي هسه هذه قاعد تشوفون الدوائر، هذه هي جزيئات الرمل اللي موجودة للساند فلتر، فمن تمر بشكل قريب من الساند فلتر راح تلتصق بالساند بارتيكلز وتنزال من المي. مثل هذه الحالة تشوفون هنا اجتي بشكل قريب جدا من الفلتر، مو مباشرة على الفلتر بحيث ترسبت او اعترضت، بس بشكل جانبي التصقت بالجزيئات الرمل وانزالت من المي. الأخرى هي البراوني ديفيوجن، هاي تكون للبارتيكلز اللي حجمها كلش صغير، يعني أقل من 1 مايكرون. شلون هذه تنزال؟ نرجع على هذا الفلتر، هذه الجزيئات راح تيجي تتحرك بشكل عشوائي. شلون تشوفون هسه هذا المكان قاعد تيجي تتحرك بشكل عشوائي ودائري، ففي بعض الأحيان تيجي تلتصق، تصير قريبة من جزيئات الفلتر، فراح تلتصق بالفلتر وتنزال من عنده. هذه هي البراوني ديفيوجن. واخير عمليه هي الانيرشيا اللي تشوفوها هنا، هي الانيرشيا او الامباكشن. شنو هذا الانيرشيا؟ يتحرك الجزيئات العالقه، البكتيريا، الفلوكس اللي موجوده بالمي بسرعه عاليه. مثلا خلينا نفرض جاي بهذا الاتجاه والمي قاعد يتحرك بهذا الاتجاه بجزيئات الفلتر، قاعد تتحرك الجزيئة الفلوك داخل المي بسرعة عالية، فمن يتحول مسار المي من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه سرعتها ما تسمح للبارتيكل
انه تمشي ويا مسار المي فراح تجي وتنضرب مباشره او تصطدم مباشره بجزيئات الفلتر وتترسب. هذا هو النوع اللي يسمونه الانيرشيا او الامباكشن. هي هاي نظريات إزالة المواد العالقة اللي موجودة بالفلتر. شفناهن خمس نظريات تؤدي إلى إزالة أي مادة عالقة بالمي عن طريق الفلتر. أنواع الفلاتر يمكن نصنفها حسب الفلتريشن ريت. ممكن نصنف الفلاتر حسب الفلتريشن ريت أو الدرايفينج فورس، هو كذلك الفلتر ميديا والدايركشن أوف فلو. شنو معناته؟ According to filtration rate أكو عندنا صنفين slow filters و fast أو rapid filters. شنو الفرق بيناتهم؟ slow filters تكون سرعة الترشيح المي داخل الفلتر بطيئة. مثلا عندنا slow sand filter سرعة الترشيح بين 9 إلى 36 متر متر باليوم، بينما بالساند بالرابيد ساند فلتر تصير من 120 إلى 240. شلون يصير هذا الفرق؟ البارتيكلز الافكتيف سايز للبارتيكلز داخل الفلتر يتغير حجمها. بالسلو ساند فلتر البارتيكل سايز من 0.1 الى 0.3 ملم، بينما بالرابيد ساند فلتر الافكتيف سايز يتراوح بين 45 الى 0.45 الى 0.55 ملم. هذا الفرق بين الفلتر السلو فلترز والفاست فلترز او الرابيد فلترز. وفقا للدرايفنج فورس او وفقا للقوه اللي تدفع المي داخل الفلتر، اكو نوعين من الفلاتر. فلتر هاي اللي تعتمد على الجاذبيه، والبرشر فلتر اللي نضغط المي بواسطه مضخات او شيء اخر بحيث نجبر المي ان يعني يدخل داخل الفلتر ويطلع من الاتجاه المقابل. هذا هو الفرق الوحيد اللي بيناتهم. عادة يكون أحجام البرشر فلتر أصغر من الجرافيتي فلتر، والأداء مالته يكون أسرع من الجرافيتي فلتر. وفقا للدايركشن أوف فلو اتجاه الجريان، أكو نوعين من الفلاتر. إذا نفرض هذا شكل فلتر هنا، فيا أما المي راح ينزل من الأعلى للفلتر والصافي يخرج من الأسفل، أو بالعكس يجي من الأسفل المي الغير صافي ويخرج من الأعلى. هو هذا الفرق الوحيد بالدايركشن أوف فلو. كذلك فلتر ميديا، هذا فرق مهم بين الفلاتر. أكو عندنا نوعين من الفلاتر، مونو ميديا يعني بنوع واحد من المواد اللي تشيل المواد العالقة مثلا الرمل، أو مالتي ميديا نستخدم أكثر من نوع. مثلا المونو ميديا يحتوي على طبقة واحدة من المواد الحبيبية مثل الرمل أو الفحم، فحم الأنتراسايت. المالتي ميديا فلتر يحتوي على طبقتين أو أكثر من مواد مختلفة حبيبية، مثل باختلاف بالكثافات مثل فحم الأنتراسايت مع الرمل مع الحصام وكلها في مكان واحد، تصير عبارة عن طبقات وتؤدي نفس أداء الطبقة الوحدة اللي كانت مثلا رمل. هاي أنواع الفلاتر حسب تصنيف أنواع الفلاتر حسب أربع محددات. الفلتر ميديا فشي كلش مهم لازم ناخذه بعين الاعتبار لما نريد نختار الفلتر ميديا أو المادة اللي راح تنزل بها المواد العالقة. الاختيار يعتمد على ديمومة الفلتر اللي نحتاجها، على درجة النقاوة اللي نحتاجها للمي اللي راح يرسل للمواطن، وطول فترة الفلترة أو عملية الفلترة، وسهولة غسل الفلتر. ذني أربع أمور لازم نهتم بها أو خمسة لازم نهتم بها حتى نختار الفلتر ميديا. الـ ideal filter media المثالية لازم يكون بها فد مواد توفر لنا مخرج نقي وتقلل لنا يعني تزيل لنا أكثر كمية من المواد العالقة، وتكون سهلة التنظيف بأقل كمية مي. هذه الـ ideal filter media. أكو أنواع مختلفة من الميديا، منها الساند، الرمل،
يا اما يكون ناعم او خشن. استخدم بشكل واسع كفلتر ميديا الرمل. نقدر نقيس نوعية هذا الرمل حسب الـ effective size is. هو حجم البارتيكل اللي 10% من عنده يعبر من النموذج. يعني أنا عندي نموذج بـ100 كيلوغرام، 10 كيلوات من عنده راح تبقى على فد سايز معين، هو هذا الـ effective size أو الـ D10. وكذلك نقدر نقيس اليونيفورميتي، يعني التناسق او الانتظام لهذه، باستخدام اليونيفورميتي كوفيشنت اللي هو يساوي لنا D60، يعني 60% عابره عن هذا السيف على D10 اللي هو الافكتيف سايز. الرمل قلنا استخدم بشكل واسع والامكانيات جدا جيده لازاله المواد العالقه بالماء. ايضا استخدم الحصو او الجلمود بالفلتر، هذا استخدامه حتى يدعم طبقة الفلتر، ما يشتغل كفلتر بس يدعم طبقة الفلتر ويسمح للمي ان يمر بشكل سهل للسيستم الاسفل الفلتر اللي يجمع المي، كذلك يسمح للووش ووتر يتوزع بشكل منتظم داخل الفلتر. هذا الهدف الوحيد او الاهداف الجرافل اللي مستخدمه بالفلاتر. كذلك اكو انواع اخرى من المواد يمكن ان تستخدم، منها قلنا فحم الانثراسايت، هذا الفحم يكون يحرق بدون دخان او شعله او نار، واستخدم ورخيص جدا ويمكن استخدامه كفلتر ميديا. هنا هذا التيبل يبين لنا شنو الفرق بين الفاين ماتيريالز والكورس ماتيريال، الجزيئات او الماتيريال الفلتر ميديا الخشنه والناعمه. الناعمه دائما يكون الانفلونت مالتها انقى، ذو نقاوة أعلى، لأن البورز الفراغات اللي موجودة داخل الفلتر تكون أقل، حجمها أقل، فتحجز أكبر عدد ممكن من المواد العالقة اللي جاية بالمي. لكن الكورس ماتيريال إذا استخدمناها راح تعطينا استخدام أكبر للفلتر، يمكن نستخدمه مدة أطول، ينقي كميات أكبر من المي مقارنة مع الفاين ماتيريال. الفاين ماتيريال تعطينا هاي هيد لوس، يعني نخسر هواية من الطاقة أثناء الفلتريشن، لكن بالكورس ماتيريال تعطينا نفاذ أعمق للفلوكس داخل الفلتر، وما يؤدينا إلى استخدام أكبر مسافة من الفلتر، فتؤدينا إلى نقاوة جيدة بمقارنة إذا نقارن الحجم يعني بين الفاين والكورس، فتكون النقاوة جيدة بحجم كلش أقل مقارنة مع الفاين ماتيريال. الفاين ماتيريال الفلتريشن ران كلش قصيرة، يعني احتمال 2 ساعات أو 3 ساعات أو يوم، لكن بالكورس ماتيريال الفلتريشن ران تكون أكبر أو مدتها أطول. نعاني بمشكلة بالفاين ماتيريال صعوبة الغسل، صعوبة تنظيفه بعد ما يجمع المواد العالقة بالماء، بينما بالكورس ماتيريال يكون عملية التنقية أسهل جدا من مقارنة الكورس ماتيريال مع الفاين ماتيريال. مثل ما قلنا السنجل ميديا فلترز يستخدم مادة واحدة مثلا الول جريدد ساند، لكن بيها مشكلة السنجل ميديا فلترز. هذه السنجل ميديا فلتر لما نستخدمها بيها مشكلة، من نغسل الفلتر، خلنا نفرض هو هسه هذا الفلتر المي راح يدخل بهذا الاتجاه، فالمفروض تكون طبقة الفلتر متجانسة 100%، يعني الماتيريال بالأعلى مشابهة للماتيريال بالأسفل بالسايز والديستريبيوشن. لكن من نغسل الفلتر من الأسفل المي راح يصعد من هالاتجاه، ش راح يسوي؟ من نخفف المي حتى نتوقف من الغسل تبدي تترسب الجزيئات الأكبر
أسرع من الجزيئات الصغيرة، فراح يصير بالفلتر طبقتين، الطبقة الأعلى جزيئاتها أنعم من الطبقة الأسفل، لأن الاثنيناتهم نفس الكثافة والحجم أكبر، فسرعة الترسيب هيصير أسرع للبارتيكلز الكبيرة فتترسب بالأسفل، والبارتيكل الناعمة راح تترسب بالأعلى من الفلتر. هذا يسمونه الريفيرس جراديشن أو ستراتيفيكيشن. هاي شي يصير، يعني قلنا يصير طبقتين، الطبقة الناعمة تصير بالأعلى والطبقة والجزيئات الأكبر تصير بالأسفل. المشكلة بها هذه راح تؤدي إلى استخدام جزء أقل من الفلتر، يعني بس هذا المكان راح يستخدم من الفلتر وهذا الجزء الثاني الأسفل الجزيئات الأكبر ما راح يستخدم، لأن أصلا البارتيكلز ما قدرت العالقة بالماء ما قدرت تعبر هذه الطبقة حتى تعبر للطبقة اللي بعدها، فلذلك لازم نلقى لها حل. يا أما أكو حلين حتى نحل هاي المشكلة الريفيرس جراديشن، يا أما نستخدم سنجل ميديا بس الإفكتيف سايز مالتها اليونيفورميتي كوفيشنت أقرب للواحد، معناها أنه البارتيكلز للفلتر ميديا كلها نفس الحجم، فلذلك الترسيب مالتهم كلها راح يكون بنفس السرعة، فراح تبقى الطبقات متجانسة للفلتر. حتى نحل هاي المشكلة أكو طريقة ثانية، نقدر نستخدم طبقتين دول ميديا فلتر أو أكثر، اللي تشمل مثلا استخدام فحم الأنثراسايت مع الرمل، اثنين هنسوا شنو اللي راح يسوي لنا إذا استخدمنا فحم الأنثراسايت مع الرمل؟ شو راح يسوي لنا الأنثراسايت؟ السبيسيفيك جرافيتي مالته 1.5، هو أخف من الرمل، هو أخف من الرمل لأن سبيسيفيك جرافيتي للرمل 2.65، لذلك البارتيكلز الكبيرة من الأنثراسايت راح تترسب بنفس السرعة للبارتيكل الصغيرة من الرمل، لأن سبيسيفيك وزنهن نفس الوزن يعتبر إذا كانت السبيسيفيك جرافيتي مالتهن مختلفة، فراح يترسبن بنفس السرعة، هذه أخف من هذه، فلذلك راح تشوف الديستريبيوشن مال البارتيكلز بالفلتر طبقة الفلتر ميديا راح تتجانس ويصير اكو بارتيكلز كبيرة الحجم واكو بارتيكلز صغيرة موجودة بنفس المكان، فراح تخلصنا من الريفيرس جراديشن. هذه الحل الثاني حتى نتخلص من الريفيرس جراديشن. كذلك نقدر نستخدم مواد اخرى، بعض الاحيان يستخدمون الجرانيت. هسا راح نبدي بالسلو ساند فلتر. شنو هو السلو ساند فلتر؟ هو واحد من انواع الفلاتر المستخدمه بشكل شائع لازاله المواد العالقه داخل الماء، لكن عمله يختلف عن الرابيد ساند فلتر. راح نبدي نحكي عن الرابيد ساند فلتر بعد السلو ساند فلتر، انه يعتمد على البايوفيلم او جلوتين لاير. شنو هذه؟ هاي طبقه تسمى بالهايبوجل، تصير على مليمترات كلش قليلة، احتمال 10 يعني سنتيم أو سنتيمين، من سنتيم إلى سنتيم ونص من طبقة الرمل الناعم، راح تصير عندنا طبقة تحجز المواد العضوية بالبداية وتؤدي إلى تكوين طبقة حية، يعني تصير بيها بكتيريا، تصير بيها أنواع من الكائنات الحية مثل الفنجي البروتوزا. هذه راح تبدي تعمل مثل ما يشتغل، ما موجودة عندكم حاليا هذه، بس إذا إن شاء الله تردون تطورون نفسكم، أكو عندنا بيولوجيكال تريتمنت للمي، تتغذى وتهضم المواد العضوية اللي موجودة داخل المي وتزيلها. عمل السلو ساند فلتر هو هذا، يسوي بالبداية راح يشتغل من عشرة إلى 20 يوم، راح تتولد عندنا بكتيريا، راح تزيل شكو شيء موجود بالماء. أول 10 أيام البكتيريا ما موجودة، أو 5 أيام البكتيريا ما موجودة، يعتمد الفلتر بشكل يعني أساسي على بالإزالة الميكانيكية اللي مثل ما قلنا من ساعة قبل شوية، اللي تعتمد على السيديمنتيشن أو السترينينج. الميزة بالسلو ساند فلتر درجة النقاوة مالته تكون كلش عالية، من 90 إلى 99%،
إزالة للمواد البكتيرية اللي موجودة بالمي، ويكون المي كلش نقي مثل ما قلنا. هسه هذا شكل السلو ساند فلتر، هذه الطبقة الفوق هنا راح تصير اللي أشرتها بالأزرق، هذه راح تصير بايو فيلم تنترس بالكائنات الحية. تبدي هذه الكائنات من ينزل المي، سرعة الترشيح بي كلش بطيئة مثل ما قلنا، من ساعات توصل بين 9 إلى 36 متر باليوم. فتبدي تهضم المواد العضوية بهذه الطبقة. هذه الطبقة الأخرى الثانية هذه هنا تعمل كمسند للطبقة الأولى اللي هي سنتيمة وسنتيمين، تعمل كمسند. وهذه الطبقة هي العمل يكون إلها نهائيا، ماكو أي شغل لهذه الطبقة إلا بفترة، أول فترة أول 5 أيام راح يعتمد الفلتر على الإزالة الميكانيكية، ولكن بعد 10 أيام لعشرين يوم يبدي يعتمد على الإزالة البيولوجية فيزيل أي شيء عن طريق البكتيريا. مثل ما قلنا مبادئ السلو ساند فلتر يعتمد على إزالة المواد العضوية كومبينيشن، يعتمد على تجميع من عدة عمليات، منها الترسيب، الحجز، الأزوربشن، والكيميكال، كذلك البيولوجيكال اكشن. هذا اهم شيء، البيولوجيكال اكشن. البكتيريا راح تبدي هذني العمليات، تبدي باول 5 ايام، وراها بعد تنتهي عمل هذه العمليات، وتبدي البيولوجيكال اكشن يزيل المواد العضويه. مثل ما قلت هسه اول ايام قليله يعتمد الازاله بيورلي بيوريفايد مينلي باي ميكانيكال and physical chemical processes the resulting accumulation of sediment. هذه المواد اللي راح تترسب، اللي راح تنزال بالبداية بالطرق الميكانيكية، راح تترسب وتكون طبقة خفيفة من المواد العضوية على سطح الرمل. هذه راح تبدي تنمو بها البكتيريا، وتبدي البكتيريا بهضم المواد العضوية. بعد ما هذه الطبقة تتطور، بعد ما هذه الطبقة تتطور تبقى لها أكثر من يوم، تبدي حياة مائية تنمو داخل الفلتر، تكون لنا عدد كبير من الكائنات الحية. تبدي هذه تهضم المواد العضوية اللي عالقة بالمي، وتطلع لنا المي خالي من المواد العالقة. معظم الملوثات اغلبها، حتى البكتيريا، الفيروسات، اي شيء راح يدخل خلال الفلتر راح ينزال خلال الطبقه القليله اللي هي سنتيم او سنتيمين من الفلتر، باستخدام عن طريق المواد، عن طريق الكائنات الحيه. مثل ما قلنا، من تصبح المايكرو اورجانيزم كلش فعاله وتعمل بالفلتر، راح الفلتر راح يشتغل بشكل كلش جيد، راح يزيل نسبة عالية من المواد العالقة، حتى يخلص بعض الأمراض اللي تشيلها بعض البكتيريا، راح يبدي يهضمها هذا النوع من الفلاتر. لذلك على الأغلب السلو ساند فلتر ما يحتاج بعد المي، من يخرج من السلو ساند فلتر ما يحتاج تعقيم، على الأغلب ما يحتاج تعقيم، لأن نهائيا ما به أي مواد ممكن تسبب إصابات. فوائد مثل ما قلنا، ما يحتاج أي طاقة ميكانيكية أو عمل ميكانيكي، هو المي تخلي على أحواض، الأحواض مساحتها كلش كبيرة، تبدي تسوي الطبقة الحية، وتبدي الطبقة الحية بأكل المواد أو هضم المواد اللي موجودة داخل الفلتر. ما يحتاج لأي مواد كيميائية، ولا يحتاج لأي replaceable parts. التشغيل مالته والتدريب عليه كلش بسيط، المينتنس مالته بسيط جدا. لكن هذا الفلتريشن ريت مثل ما قلنا كلش واضعه، بي توصل من 9 الى 36 متر باليوم. ما نقدر نستخدمه بالمدن الكبيره اللي تحتاج كميات مي كبيره، لان نحتاج مساحات اكبر، لان هذا يحتاج مساحه كبيره. فلذلك بدت هواية من المدن تستخدم نوع آخر من الفلاتر، بحيث تقدر تتجانس مع الكمية المي المطلوبة، التغير مثل ما قلنا عندنا تذبذب بكمية المي المطلوبة للمدينة،
وكمل يعني توفر لنا مساحة بحيث نقدر نستخدمها، وتوفر لنا مساحة بحيث نقدر نستخدمها داخل المدن المكتظة بالسكان. هذا النوع هو الرابت ساند فلتر، المرشح الرمل السريع. هذا شغله يختلف عن السلو ساند فلتر. ذاك قلنا يعتمد على تكوين طبقة من الكائنات الحية على الطبقة العليا من الفلتر، وتبدي هاي الطبقة من الكائنات الحية بهضم المواد العضوية أو المواد العالقة داخل الماء وتتخلص منها. الرابد ساند فلتر لا، يختلف شغله. هذا يعتمد بشكل أساسي على العمليات الفيزيائية وما يكون أي طبقة حية داخل الفلتر. المشكلة به هو هذا شوية معقد، بس مساحته تكون هواية أصغر من مساحة السلو ساند فلتر مقارنة بالسلو ساند فلتر. شنو المحددات اللي نقدر نستفاد من عدها للرابت ساند فلتر؟ انه التيربيديتي للمي اللي داخل هذا الفلتر ما تتجاوز 10 يونت. ممكن مفضل نقدر نستخدم اذا كان المي 5 يونت، يعني ما معناه يجب ان تكون اكو معالجات قبل الرابد فلتر. السلو ساند فلتر تقدر تجيب المي من النهر تخليه على الفلتر مباشرة، او تقلل مالت التيربيديتي وتعالجه، لكن بالرابد ساند فلتر لازم تكون اكو معالجات ابتدائية مثلا ترسيب وغيرها وغيرها حتى نقدر نستخدم هذا النوع. الفلتريشن ريت تختلف كلش عالية مقارنة مع السلو ساند فلتر، يعني 120 الى 240 بينما ذاك كان 9 الى 36. عملية التنظيف للرابد ساند فلتر عن طريق عكس حركة المي، بالبداية نفلتر المي باتجاه معين، بعدين بالعكس نرجع المي المفلتر الصافي في وقت معين عكس الاتجاه، فراح يؤدينا إلى تهيج طبقة الفلتر وغسل المواد اللي عالقة داخل الفلتر. الووتر هيد دائما يصير فوق الرابد ساند فلتر من 900 من 600 إلى 900 ملم تقريبا متر، والفلتر بيد يكون من 600 الى 1200 ملم بالعمق. شنو الهدف من الفلتر بيد؟ الهدف من الفلتر بيد هو يزيل اي مواد عالقه بالماء، يسمح عمل فتره اطول داخل للفلتر، يعني الفلتر يكون عمله فتره اطول، ويكون مدرج بحيث يسمح للباك ووش او الغسل يكون جيد جدا. الافكتيف سايز قلنا مثل ما قلنا للرابت ساند فلتر من هو من 45 من 0.45 الى 0.55 ملم، واليونيفورميتي كوفيشنت من 1.2 الى 1.7. اكو بالرابت ساند فلتر لازم نستخدم طبقه ثانيه اللي هي الحصى، تصير طبقه داعمه اسفل الرمل، تسند طبقة الرمل، تسمح للمي المنقى يمشي بسهولة إلى الأندرين سيستم اللي قاعد يجمع المي، تسمح للمي ماء الغسل بالانتشار بشكل منتظم على الفلتر كامل، تكون نظيفة وخالية من الملوثات، وكثافتها تقريبا 1600 كيلوغرام متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك أكو أندرين سيستم، فالسيستم يصير أسفل الفلتر يجمع المي اللي نازل من الفلتر ويحوله إلى الستورج. أكو مشاكل رغم هذا، أكو مشاكل هواية بالرابت ساند فلتر، منها الاير بايندينج. شنو الاير بايندينج؟ اذا احنا قاعد نخلي المي في ارتفاع معين، خلينا نفرض هذا الفلتر هنا، أنا هاي طبقه الفلتر، هذه طبقه الفلتر والمي فوقها، هذا ارتفاعها. قاعد نخلي ارتفاعها دائما قلنا من 600 الى 900 فوق طبقه الفلتر، ففي بعض الاحيان الهيد لوس يبدي الفلتر يجمع مواد عالقة، يبدي يجمعها داخل الفلتر، يبدي يجمع مواد عالقة. فمن يبدي يجمع هاي المواد العالقة، تبدي الهيد لوس داخل الفلتر تصير عالية أعلى من المطلوب، فراح نوصل إلى مرحلة مثل ما يقولون تجانس بين الهيد اللي نازل على الفلتر من المي اللي فوقه والهيد اللي قاعد يطلع.